شفتي الفيديو جمال اللي أعلن في سبتمبر 2021 عن خطوبته من مصممة الأزياء نانديتا مهتاني؟ من المقرر أنه يتم زواجهم في سنة 2022. وبالمناسبة لا تنسوا مشاهدة فيلم فيديو جنجل يوم الأحد 2 يناير على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. حتى كانغنا رانوت رغم أنها بتظهر دائما لوحدها في المناسبات، لكنها صرحت مؤخرا أنه في رجل دخل حياتها دون التصريح عن هويته، بس قالت أنها قريبا راح تصبح زوجة وأم، ويمكن هالشيء يحدث في سنة 2022. وبالمناسبة كانغنا هي نجمة شهر يناير على MBC بوليوود، ورح يتم عرض فيلمها ماني كارنيكا يوم الاثنين 3 يناير على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. أما سلمان خان فصحيح أنه ما رح يتخلى بسهولة عن لقب أشهر عازب في بوليوود، لكن علاقته الغامضة مع عارضة الأزياء الرومانية يوليا فانتور بتخليه مرشح ليكون أهم عريس لسنة 2022. وأنتم من الثنائي اللي بتتمنوا أنه يتزوج في سنة 2022؟ وسنة سعيدة، نلتقي السنة القادمة.